يقال ان الموهبه هي موس وسكين ماضي ما يقطع حتى حاجه الا باستخدام قوه كبيره. اشنو هي هذه القوه اللي كانت عند عزوز بن صنبال حتى ولا كل شيء في القصر الملكي؟ كان عزوز بن صنبال رجل متعدد المواهب، كتجري التجاره في الدم ديالو، كون علاقات كبيره ومتمده ومتعدده داخل المغرب وخارج المغرب، كان كيتكلم بزاف ديال اللغات ومترجم ودبلوماسي وكاتب ديال الملك. بعباره صغيره كان رجل خطير وواعر. هذا المسخوط هذا فيه مجموعه من المواهب والقدره على العمل بلا توقف في مواجهه الفشل اللي كيوصل في نهايه المطاف للنجاح اللي بغى. الخطير في هذا السيد هو طريقته، كيفاش كيدير هذه الموهبه ديالته وكيفاش كيطورها نهار على نهار. كان كيقول عليه الملك سيدي محمد بن عبد الله: ما تخفيش المواهب ديالك، راك تولدتي في هذه البلاد باش تخدمها. رغم انه كان كيدير مجموعه من المشاكل اللي كان الملك كيتغاضى عليها، وكان كيقول ليه ما كاينش اللي يعوض بلاصتو. الملك كان كيعرف ان هذا الرجل موهبه نادره وحقيقيه في المغرب، وكيقول تقدير ما لديك وليس ما تملكه. كانوا كيسولوا عزوز بن صنبال اشنو هو النجاح، كان كيقول لهم هو التحلي بالشجاعه للخروج من الاماكن المظلمه ومن وراها تجي الموهبه والعمل والتضحيه. عزوز بن صنبال سميته الحقيقيه هي صامويل صنبال، ولكن كل شيء كيعيط ليه عزوز. كانت لباسه لا يختلف عن لباس المغاربه، وكان متعدد المواهب. تولد في المغرب ومشى لفرنسا مع العائله ديالته في مارسيليا بفرنسا، وتما تقن اللغه الفرنسيه والثقافه ديالها، وكان كيتميز بشخصيه قويه جعلت منه مفاوض بارع. وكان كيقول الا عطاك الله الموهبه حسن ما يعطيك الله الزين والجمال. كانت عنده اليد الطويله في القصر ديال السلطان عبد الله، وخلفه سيدي محمد بن عبد الله اللي استفادوا منه بزاف وقدم خدمات كبيره وجمع بين مهام الوسيط التجاري والوكيل الدبلوماسي والمترجم والكاتب الخاص في البلاط المخزني. لكن الطمع الزايد ديالو وقعوا في المحظور، وتقوى النفوذ ديالو ولا لاباس عليه بزاف، وكان كيفرض على الممثلين ديال الدول الاجنبيه اللي باغيين يشوفوا ويلقاو الملك اتاوات، وشكوا به هاد الممثلين ديال الدول الاجنبيه اللي شد من عندهم الرشاوي والاتاوات. وصل هاد الشيء لعلم السلطان سيدي محمد بن عبد الله اللي غضب عليه وطلع عليه الدم، وحاول عزوز بن صنبال الهروب في زي ديال العيالات هو ومراته الى غينيا، لكن اعين السلطات كانت حاضيه وشدوه وتم نقله الى سجن سلا، وتم دوي شي بركه. ومع ذلك كان كيسول عليه الملك اشنو اخباره وكيفاش داير، لانه يعتبره موهبه نادره. هو اللي اعطى السلطان سيدي محمد بن عبد الله فكره انشاء مدينه تجاريه على المحيط الاطلنطي سنه 1764، وسميت موغادور او الصويره، واعتبرت اكبر مركز تجاري في المغرب. لكن السؤال كيفاش دار صامويل صنبال باش يحولها الى مدينه تجاريه كبيره منفتحه على الجميع؟ جاب عزوز بن صنبال العشرات من اكابر التجار واثرياء اليهود ومنحهم امتيازات خاصه باسم السلطان لاعمار المدينه الجديده اللي هي الصويره. من طبيعه الحال تجار نافذين في الدول الاوروبيه وعندهم شبكه من العلاقات الكبيره في بعدها الاقتصادي والتجاري والاجتماعي والسياسي، وكان كيعتمد عليهم السلطان في شؤون التجاره او في علاقته الدبلوماسيه بالدول الاجنبيه، وكانت هذه العلاقات نافعه بزاف. وقدر هذا المسخوط يحول الصويره لمدينه ناجحه تجاريا ومنطقه عبور تجاري بميناء كبير تربط بين جنوب المغرب والشمال ديالو، وكذلك بين اوروبا وافريقيا. ملي دخل صامويل صنبال للحبس كان سيدي محمد بن عبد الله يدرك اهميه هذه الموهبه، وكان باقي فقط يربيه شويه باش يتراجع الافعال ديالو اللي كان كيديرها وما يبقاش مغرور. وبعد تدخل بعض الوساطات طلقوا من الحبس وحذروا بزاف باش ما يعاودش نفس الاخطاء. بسبب عدم وجود شخص يمثله في الذكاء والخبره رجعوا الملك وعينوا كاتب اول، وكان السلطان في حالة من الحيره والارتباك لانه افتقدوا، وكانت عنده خساره كبيره في الكثير من الاشياء المهمه وما لقاش العطور
على شي شخص مناسب قادر على العناية بالشؤون ديالو بالقدر نفسه من المثابرة والذكاء اللي كان كيتحلى بها هذا المغربي عزوز بن صنبال ذو العملة النادرة من الذكاء المتقد والمواهب المتعددة. من طرائف ديال هذا المسخوط جا واحد تاجر انجليزي ومراته وتلاقاو معاه في الصويره وعطاوه شي حاجه ديال الفلوس باش يقضي لهم شي غرض، ولانه كان ذكي شد الفلوس وعطاها للملك سيدي محمد بن عبد الله وقال ليه هذه واحد الامانه عطاها لي واحد الانجليزي ومراته باش نقضي لهم شي حاجه. بقى الملك كيضحك وفهم الفيلم وقال ليه انت ما منك جوج غير شد الامانه وقضي لهم الغرض وما تعاودش. سولوا الملك واحد النهار اشنو هي الموهبه عنده ومنين كتجي هاد الافكار هذه. قال ليه عزوز سيدي الموهبه دايره بحال الواد تحت الارض، يمشي في اعماق ديال الارض وخاصك تعرف البلاصه فين غادي يدفق الماء. الموهبه كتحيا وتموت وخاصك تكون فنان باش تولي روعه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.